راح اليوم كان يوم جميل جدا رائع مختلف مميز برؤيتنا للشباب للأطفال للنساء في تل أبيب. في تنوع جميل, تنوع ثقافي, تنوع عرقي, العرب اليهود المسيح الدروز كلهم يجتمعون تحت صورة واحدة وهي التعايش. هذا التعايش الجميل اللي موجود في إسرائيل, تحس بأمن وأمان وسلام واستقرار. تلبس الثوب والغترة الكندورة والشماغ وانت مستانس. أنا صراحة مثال حي ومثال جميل جدا للتعايش, وصراحة أكثر مقطع يمكن أمجد واللي شاهدته الأطفال شافونا ركضوا نحونا وأول كلمة قالوها شلوم, ابتسامة وشلوم ومحبة. كان شيء جميل فعلا بشكل لا يصدق, بل يصدق ويصدق صار الآن في تل أبيب نصدقه صراحة. وفعلا المفروض هذه الرسائل الطيبة ينظر إليها المجتمع العالمي وليس العربي فقط. الشعوب كلها تبي تعيش بسلام ومحبة. صحيح.